وزينة. صباح النور. صباح النور وقت. صباح النور لولاد. صباح لباس. صباح خير. صباح خير مستمعينا الكل. ايوه اليوم باش نحضروا المدفونه من بعدنا وائل. مدفونه اي برشا ناس ما يعرفوهاش، لكن هي بنينه برشا برشا. المدفونه هذه لوازمها هما رطل لحم مفروم، ساق نتاع هرقمه مقصوصه دي ترانش، كيس لوبيا كنا منفخينها من الليل، كيس ربطات سلق، ثلاثه ربطات سبناخ، بصلة كبيرة، راس ثوم مهرس، نعناع شايح مرحي، تابلو كروية مغرفة واحدة، مغرفة فلفل أحمر، ملح حسب الذوق بيان سور، هريسة مغرفة صغيرة ومغرفة صغيرة كركم. أول حاجة باش نعملوها ناخذوا الهرقمة نغسلوها مليح ونحطوها في كوكوت مع 4 سنينات ثوم، مغرفة صغيرة ملح وشوية فلفل أكحل، نسكروا عليها وماذا بينا نحطوا معها شوية تابل زيت خاطر الماء اللي باش تيب فيه الهرقمة باش نستعملوه من بعد. نسكروا عليها الكوكوت نص ساعة ونخليوها تغلي. نغسلوا السلق والسبناخ مليح مليح مليح، نحطوهم فوق منديلة ولا منادل نظاف شايحين بيان سور، ونحيوا العواد نتاع السبناخ ومتاع السلق بيه حاشنا جوست بالورقة. نشيحوا نحاولوا نشيحوا مليح الاوراق هذوما نتاع السبناخ والسلق، هذه معناتها ايتاب مهمه برشا خاطر باش نقليوهم ماك تعرف حاجه تبدا فيها الماء ونقليوها تولي تشق وتش يعطيك صح. هما الغريسه باش تش شويه دونك نردوا بالنا. نمشيو نحميو الزيت في طنجره ولا في مقله غارقه ونبداو نقليو السلق والسبناخ نتاعنا. من الاول باش يبداو مذبلين ونستناهم حتى يبسوا شويه، يبسوا نهبطوهم من فوق الغاز بمغرفه منقبه مليح، سقطروهم من الزيت ونهبطوهم في معون اخر باش يبداو يقرمشوا. من بعد احنا باش ناخذوهم السلق والمعدنوس اللي قليناه نهرسوه بالمهراس وبيان في نرحيوه في الروبو باه احنا الطريقه التقليديه معناتها نهرسوه في ساعه في ساعه تهرس. توا باش نمشيو نحضروا الصوص المرقه اللي باش تيب فيها السلق والسبناخ هذايا. دونك باش نقليو بصله في شويه زيت، ما كثروش من الزيت خاطر ديجا ماك تعرف السلق والسبناخ مقليين. دونك نقليو البصله ونزيدوها الهرقمة. يعطيك الصحة. لا هما تلموا ما شاء الله برشا حاجة، هرقمة وبصل وسبناخ. لا سهلة سهلة والله سهلة. نصبوا معاها الهرقمة ونصبوا معاها اللوبيا ونصبوا معاها السلق والسبناخ اللي رحيناهم ونخليوهم يغليو، نمرقوهم بالماء ونخليوهم يغليو. لو طون اللي هما غليو نحضروا احنا كعبر اللحم. دونك باش ناخذوا اللحم مفروم باش نفوحوه بالملح والفلفل الاكحل والفلفل الاحمر ومغرفه تابل وكرويه، مغرفه نعناع شايح وشويه هريسه وثلاثه مغارف زيت، نخلطوهم مليح ونشكلوا كعبرات باللحم مفروم هذاك. وقت اللي نشوفوها قريب بدات باش تيب المرقه نحطوا نسقطوا الكعابر البنادق هذوما نتاع اللحم مفروم ونستناهم يطيبوا 4-5 دراج. بعد 4-5 دراج نلقاوها سيي طابت المدفونه وقرت زيتها. نحطوها في صحن وتاكلوا بالشفاء. صحه وشفاء للجميع. المدفونه ديما نسمع بها ما نعرفهاش، اول مره نكتشفها بشنو تطيب بشنو تتحضر. ظاهر سهل مش صعيب. سهله وبنينه برشا وقتها وقتها يعطيك الصحه. وقتها تو الدنيا شتاء وبارده كل شيء. تري بيان. عندنا ديسير اليوم. والله عندنا ديسير. نمشيو نشريو غله نمشيو نشريو غله ونقصوها ونصبوا عليها حليب مركز محلى. ايوه باش نشوفوا كيفاش نحضروا الحليب المركز المحلى في الدار وحدنا من غير ما نشريوه حقك. باهي دونك ناخذوا 2 كيسان حليب بودر مش حليب سائل، حليب اون بودر، كاس ماء، كاس سكر، 4 كاس زبده ورشه صغيره فاني. نحطوا الماء والسكر والزبده على النار حتى يذوبوا ويغليوا. كيف ما يبداو يغليو نصبوا لهم بشويه بشويه الحليب البودره على دفعات ونبداو نحركوا حتى يذوب كومبليتمون الحليب هذاك اون بودر، ونقعدوا نحركوا حتى نشوفوها ونزيدوا الرشه نتاع الفاني حتى نشوفوا الخليط هذاك اخضر شويه مش برشا بدا يخضر. نهبطوهم فوق النار ونحطوه نصبوه في دبوسه بالنار نخليه حتى يبرد، ندخلوه في الفريجيدير
من بعد نجمو توليو تستعملوه تلقاوه اكزاكتومون كيما الحليب، ما نقولش الماء، المركز المحلى اللي نلقاوه برا نستعملوه في برشا حاجات وتاكلو بالشفاء. يعطيك الصحه يا سميه. بعد شويه الفقره هذه تلقاوها موجوده على الباج اوفيسيال نتاعنا على الفيسبوك، اذا كنت تحبوا تعاودوا تسمعوا الغسيت اللي اقترحت عليكم سميه اليوم في كنوزينا 31 329. اي هذيك رقم التليفون، رقم التليفون اللي تنجموا تقدموا فيه اقتراحاتكم. إيه. نتقابلوا مع غدو إن شاء الله. إن شاء الله ملتقانا غدا إن شاء الله مع جميع هذوما الكل مزيانين ونهاركم مزيان. شيء طيب للجميع.